رئيس الأركان الإسرائيلي على حدود لبنان، وحسن نصر الله في خطاب 3 يناير، وقال بالحرف: نحن لا نركز إلا على حماس من أجل خفض السقف الذي رفعه نتنياهو والموساد الإسرائيلي في دمشق وبيروت وكرمان إيران. انتصار استخباري وليس انتصارا عسكريا، نقلا عن خطاب حسن نصر الله عندما قال: لن تحققوا أي هدف من أهداف الحرب. يتحدثون عن انتصار في اغتيال العروري، لكن ليس هناك انتصار في غزة. هذه الجملة هي التي كررت في مقالات إسرائيل. هليفي يستعد للمواجهة، فيما يرغب الآن حزب الله في عدم التصعيد على إثر حادثة عسكرية. إذ أمامنا اليوم لقاء ما بين جوردن من جهة، وهو قائد القيادة الشمالية وأيضا قائد الفرقة 210، وجنرال الكتيبة سيون سيون، وكل هذا ونحن ندرك أن الفرقة المعروفة بباشان 210 التابعة للقيادة الشمالية والمكلفة بسوريا، الفرقة 210 المشهورة بطريق النار نتيف عيش. فبعد حل الفرقة 366 انطلقت هذه الفرقة 210، وهي مكلفة على وجه التحديد كما ذكرنا بسوريا، ومدفوعة الآن باتجاه العمليات التي شاركت فيها في وقت سابق، وهي الآن مدفوعة من أجل المشاركة في حرب قادمة ضد حزب الله، وهي التي شاركت في حرب أكتوبر، ومن حرب أكتوبر وإلى حرب 2006. ومعروف أن هذه الفرقة 210، هناك الكتيبة 9 و679 احتياط، وهناك قلب الفرقة الجولان 474، وهناك شنير، هذه الوحدة للاتصالات، وهناك وحدة للهندسة العسكرية المعروفة باسم طبق القطط، وأيضا بالنسبة لاستخبارات الميدان 595. وكل من شنير وال 595 هما المكلفتان اليوم باستعادة ما سمي بالبنية الاستخبارية الأرضية والبحرية والجوية لشمال إسرائيل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. واضح جدا أن هناك محاولة لتمرير ضربات موجعة للغاية قام بها الموساد الإسرائيلي. أولا غطى على الهزيمة العسكرية في غزة، على الأقل حسب ما يراه حزب الله وأيضا باقي فصائل المقاومة، إذ يعتبرون الآن أن ما حدث في غزة إلى حدود اللحظة لا يعبر عن انتصار عسكري بالمفهوم العسكري البحت. وقد يشارك الكثيرون مثل هذا الاستنتاج من داخل الصحافة الإسرائيلية ومن خارجها أيضا، هناك دمار، هناك خسائر كبرى، ولكن في نفس الآن بالنسبة لما سمي بالانتصار السريع وأيضا الواضح والبين، هذا المطلوب مباشرة ما بعد حادث 2006. بالنسبة ل 2006 كان واضحا جدا أن اللجنة التي أتت بعده اعتبرت أن أي انتصار لا يجب إلا أن يكون سريعا وأن يكون واضحا وبينا، أي لا يقبل الشك. اليوم يريد نتنياهو الانتصار السريع وسقط في السرعة، والانتصار بالوصول إلى كامل الأهداف أي الواضح، هذا الذي يريده الآن، قد يكون متأخرا ولكنه يجب أن يكون واضحا بالوصول إلى السنوار. على أي حال، بالنسبة لارتيال العروري، هذا جزء من
القائمة التي قالت المخابرات الأمريكية بأنها ستتواصل، ولن يتوقف الموساد الإسرائيلي أو الشنبيت عن مثل هذه العمليات. تطورت أم لم تتطور هذه الدينامية العسكرية؟ هذه زاوية أساسية أولى. الزاوية الثانية أن هناك استعداد لحرب، وخطورة ما يجري اليوم، وهنا يمكن أن يبرر البعض ومن منطق واقعي لماذا هذه العقلانية لدى حزب الله، ولماذا هذا الخطاب وهذا السقف في الخطاب. أولا بالنسبة لتدحرج المعركة، ويجب أن يكون التدحرج عاديا للوصول إلى ردود إلى آخره، وليس الرد على خطوة استخبارية بخطوة عسكرية. يجب أن تكون الخطوات العسكرية برد عسكري، يعني أن آخر التطورات على الميدان يجب أن تكون عسكرية، والاستخبارات لا بد أن تكون عمليات استخبارية ولا خلط بينهما. قد يكون هذا أمر مفهوما. المسألة الثانية أن الخطة التي ظهرت لدى أليفي وما ناقش مباشرة استكمال احتلال الجولان وتوسيع الجولان، وهنا الخطورة بمكان. لذلك فالحزب أراد الآن وأمام استدعاء 210 وهذه الخطط. هذه الخطط ليس فيها توسيع الحرب نحو جنوب لبنان، هناك ضربات تدمير جنوب لبنان ولبنان، وهناك احتلال وتوسيع في الجولان، يعني إتمام الهضبة كلها. إذن هنا التطور الرئيسي الذي قد يطرح أسئلة عديدة بالنسبة لما يجري الآن، لأن 210 وقائدها وأيضا جميع هذه المخططات كلها تفيد احتلالا كاملا للهضبة. إذن هذا هو التطور الاستثنائي الأول، والأمر لا يتعلق فقط بإعادة احتلال غزة، وإنما ينظر نتنياهو الآن إلى توسيع باتجاه الجولان، وهذا الذي يمكن نقله الآن، لأن من يدرك هذه الخطط سيكتشف أن هناك خطة إسرائيلية بهذه التفاصيل. والغرابة أن نرى أن قيادة في حجم مثلا حزب الله ويقول أنني دخلت إلى الحرب فقط على أساس إيماني، وفي الأخير اكتشف أن هناك مخطط قاده جالانت ومن داخل مجلس مغلق، وتأكد أن ضروري من الجبهات الثلاث، يعني غزة والضفة وأيضا جنوب لبنان وسحق كل هذه المقاومات. هذا أكدناه نحن في اليوم الثامن على الساعة 12 يوم الثامن من أكتوبر، نقلنا هذا الخبر الذي تأكد فيما بعد. يراجع الفيديوهات لهذا اليوم ستجدون نفس هذه الخطة منقولة ليتأكد للجميع أن هناك خطة في الموضوع، وأعطينا جميع تفاصيلها. واليوم ما بعد تأكيد هذا الخبر الآن يتم التقييم على ضوئه. الآن أيضا أؤكد أن اليوم على الساعة 9:07 13 ثانية نوقشت خطة توسيع الجولان، وأن 210 بالإضافة إلى قوات النخبة ستذهب لتوسيع الجولان، لأن هذه فرصة بالنسبة للجولان. ورغم أن السياسيين يرفضون مثل هذه الوضعية، وهم يرون أن ملف الجولان الآن صامت ولا أحد يتحدث عنه من 1982، وبالنسبة للنيران منذ 67 900 1000، إذن الأمر الآن على الأقل يجب ألا يثار. الجيش الإسرائيلي وليفي على وجه التحديد لديه منظور آخر، هناك ارتفاع ناري، هناك على الأقل 5 إطلاقات
في أقل من 4 ساعات في يوم واحد، هذا معناه أن مستقبل الوضع قد يكون مأساويا. كذلك فإن الرد المحتمل الذي يمكن أن يوجه الجميع باتجاه إسرائيل قد يكون من هذه النقطة، وقد يقلب المعادلة بشكل كامل. هذا في نظري العسكريين. أيضا بالنسبة لجالانت في قضية الحرب على لبنان، ما دام جالانت يقود هذه العملية وما دام أنه يشرف على وزارة الدفاع، وحرب لبنان حاضرة قبل حرب غزة، وكلما انغرس وانغرز في حرب غزة سيكون من الصعب عليه فقط وعملانيا البدء في هذه الجبهة. أما جانس فقد هدد، وأيضا جالانت ونتنياهو معروف، وبالنسبة لأليفي يرى جزئية أخرى، أنه اليوم يتحدث عن إمكانية تطوير حالة الهجوم في الاتجاه المضاد، ويمكن أن يكون للميتين وعشرة القدرة ليس فقط باتجاه الجنوب وإنما أيضا باتجاه سوريا، لأن توحيد الجبهة السورية اللبنانية أمر متوقع، لأن هناك وجود عسكري للحزب في سوريا، ومن الواضح جدا أن هذه العناصر في سوريا ستفتح هذه الجبهة، ستكون هذه الحرب حربا شاملة، ولذلك فالاستعداد من الآن قائم على توسيع جبهة الجولان في أي اشتباك مسلح، لأن الحزب الذي توجد عناصره في سوريا يمكن أن تكون حربه أيضا ضد هذه العناصر في سوريا، وسيكون وضعا غير عاديا في حال توسيع الجبهة أو الذهاب بعيدا إلى ما وراء الحدود. أي مرحلة لما وراء الحدود تعني مباشرة شيئا واحدا، أن هناك اشتباك مع عناصر حزب الله في سوريا، وبالتالي فإن الحرب القادمة ستكون حربا لبنانية سورية، وأي توسيع باتجاه الجليل سيعني أوتوماتيكيا أيضا توسيع الجبهات بمشاركة سوريا، ولا تزال في المحور نقطة ثقب أسود اسمه سوريا، نتيجة قواعد الشباك لصالح إسرائيل، نتيجة أيضا اختلال فادح في موازين القوى وعدم استعداد لمثل هذه المواجهة، لا على صعيد استرداد الجولان أو غيره. وبالتالي فإن ما يجري اليوم له صعوبة أكبر، ليس فقط أمام طلب التغطية الروسية، إنما الأمر يزيد عن ذلك بخصوص تسقيف الفعل الإيراني، وهذا له بعده الخاص، لذلك فهناك اعتمادات واضحة للغاية بخصوص ما يجري الآن، إذ هناك اعتبارين أساسيين الآن، أن قضية توسيع الجبهة نحو لبنان وإسرائيل هذا معناه توسيع الجبهة نحو سوريا، وهذا هو الشيء المؤكد، لأن ليفي عندما كان يتحدث مباشرة حسن نصر الله قبل خطابه كان الاجتماع في الاتجاه الآخر، وكان يحدد النقطة التي سيتم فيها توسيع الجولان وأن تكون 210 في هذه المنطقة. إذا الأمر أصبح واضحا، وما ستخسره المقاومة في غزة من المدنيين سيكون أيضا بنفس الخسارة في بيروت، وإن كان انتصار في الجليل سيكون هجوم آخر على الجولان، وهكذا قد تصبح الخارطة خارطة من دون رأس أو عقب، وهذا المخيف جدا، لأن إدارة السيولة آنذاك لن يتحملها أحد، وبالتالي فهناك صعوبة أكبر في لحظة توسيع الحرب، لأن الورقة التي لعب بها الإسرائيليون خطيرة للغاية بال210 وبفيلق الجولان وباحتلال الجولان كامل الهضبة. إذن هذا هو الوضع الصعب للغاية، فكلما
قد تربح قد تخسر أيضا، وهذا وضع اشتبك فيه العسكري، فهناك انتصار استخباري، ولكن على الصعيد العسكري يجب الفوز في المنطقة نفسها، وهذا الذي دفع الحزب إلى إقرار شيء واحد، أن يكون الهدف محسوبا أي في المنطقة نفسها لخمس كيلومترات سبع كيلومترات إلى حدود العشر كيلومترات، وأن يكون فيها أي قائد فهو هدف، لأن الرد قد يكون بنفس الطريقة، قائد عمليا قائد عمليات من أي درجة سيكون الرد مباشرة صالح العروري، سيكون الرد في قائد ميدانيا، لأننا نتحدث عن صالح العروري كقائد ميداني أيضا، وهذا هو سر المقاربة بالنسبة لما يحدث الآن، ولماذا إسرائيل لعبت بورقة سرية للغاية حول الجولان إتمام احتلال الهضبة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.